سمر، من بعد جولتنا المنوعة ومن بعد الأحداث اللي تشكلت بمثل هذا اليوم، رح نروح لمحطتنا الأولى لليوم، يعني عن صورة الحياة الجميلة يلي عم تعود لمدينة دمشق وعم تعود لها الحياة بكل تفاصيلها. كانت البداية مع معرض الزهور تلاها مهرجان قلعة دمشق، وعم نترقب أكيد تحضيرات معرض دمشق الدولي. كل هاي الفعاليات أكيد في جهود مشتركة عم تقوم فيها وزارات ومديريات والمؤسسات كتيرة. اليوم رح نتعرف عن هي التحضيرات وكيف كانت انطلاقة كل فعالية من هي الفعاليات مع الأستاذ طارق كريشاتي، مدير سياحة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم وصباح جميع كادر القناة الإخبارية السورية وقناة، صباح المشاهدين، صباح ياسمين الدمشقي. أكيد صباح الياسمين الدمشقي ويسعد صباحك مرة ثانية. بالبداية خلينا نحكي عن جهود وزارة السياحة في إعادة النشاطات والفعاليات في مدينة دمشق. الحقيقة وزارة السياحة لا تترك أي جهدا في سبيل عودة الحياة الطبيعية لأي مكان في كل أنحاء سوريا. وزارة السياحة تقدم جميع التسهيلات للمنشآت السياحية من أجل إعادة إقلاعها ووضعها بالخدمة. تقدم الفواصل الترويجية بالتعاون مع وزارة الإعلام والقنوات الفضائية، الفواصل الترويجية والأفلام الترويجية يلي بتسلط الضوء على مواقع الجذب السياحي وعلى مقومات السياحة السورية وعلى جميع الشيء اللي بيدعي لعودة النشاط الطبيعي بدمشق وبسوريا بجميع أنحائها وبكل بقاعها. شفنا معرض الزهور، شفنا مهرجان القلعة، مهرجان قلعة دمشق، كيف كان المهرجان؟ كيف كان الإقبال عليه؟ الحقيقة نبلش بمعرض الزهور اللي كان هو الأول. معرض الزهور كان هاي السنة مميز جدا بالإقبال عليه، اللي طبعا تجاوز 250,000 زائر. الإقبال عليه كان شيء أكثر من اللي نحن متوقعينه. المعرض كان بيتميز انه ما كان بس معرض زهور، كان بيضم فعاليات ترفيهية للأطفال للعائلة السورية. كان هدفه، كان معنا بالصباحي كمان ناس أطفال كانوا مشاركين بالشعر، يعني من معرض الزهور مثال على الفعاليات. تمام، كان نحن معنا شركاء عدة وزارات، منهم وزارة الثقافة يلي كان دورها طبعا بمشاركتها بمديرية ثقافة الطفل، كان لها كثير دور ايجابي مع الطفل. الرسم على القماش، الرسم على وجوه الاطفال كان كثير مميزه. يعني المعرض كان هدفه ليس فقط هو نافذه تسويقيه للزهور يلي كان طبعا في مشاركات دوليه، وانما كان هدفه اسعاد الاسره السوريه، رسم الابتسامه على وجه الطفل السوري، تنشيط السياحه الداخليه. أهداف متعددة كانت في معرض الزهور، والحمد لله لقينا نتيجة منه وكان عدد زوار كثير كبير. خلينا نحكي عن مهرجان قلعة دمشق، كيف كمان كان الإقبال عليه، كيف ملاقي ومين المشاركين، مين اللي استدعيته من الفنانين، وهل في مشاركات سورية ولا لا؟ مهرجان القلعة طبعا هو برعاية وزارة السياحة، دورنا كوزارة السياحة، وطبعا اللي نظمته هي شركة مينا للتنظيم والمعارض. دورنا نحن كوزارة السياحة كان برعاية هذا المعرض، هو تقديم الإقامة الفندقية والإطعام للضيوف الفنانين، وكذلك بالتعاون أيضا مع وزارة الإعلام إقامة المؤتمرات الصحفية والندوات. المشاركات، في مشاركات سورية ضمن مهرجان القلعة ولا لا؟ الحقيقة كان هو المشاركات هو مثل ما عم قلك، يعني هو اللي قامت في تنظيم هذا المعرض كان لشركة خاصة والرعاية لوزارة السياحة ووزارة الثقافة. دورنا نحن كان الرعاية وليس المشاركات. المشاركات كانت عدة مشاركات. هلا نحن بمعرض الزهور كان عندنا مشاركات، نحن من ضمن معرض الزهور كان على المسرح اليومي، على المسرح الروماني يوميا يوجد حفلة غنائية، يوجد حفلتين طبعا، حفلة للطفل السوري وحفلة للعائلة السورية. كانت كلها مشاركات وطنية بمعرض الزهور. مهرجان القلعة مشاركات عربية. شو اللي بيميز مهرجان القلعة هاي السنة عن السنين الماضية؟
الحقيقة اللي بيميزه هو الحضور الكبير، كمان كان حضور كثير مميز، واللي بيميزه ايضا بالحضور كان انه الجميع سعيد ومبسوط، يعني هو هدفنا نحن من هالمهرجانات هو اسعاد الاسره ما السوريه. ما في اجمل من انه كمان يتوجهوا الاشخاص الى قلعه دمشق، هالمكان اللي تمام. كله تاريخ، تسليط كله الضوء على حضاره، هالمكان الجميل. مكان بكل تفصيل فيه بيحمل يمكن هيك عبق ذكريات، تاريخ وذكريات لكل سوري. اليوم اهميه هاي الفعاليات، شو اهميه لهي الفعاليات؟ شو الشيء اللي عم تقدر تغيره بواقع السياحه شوي بسوريا، خلينا نقول بعد فتره من الركود السياحي بسبب الحرب، وهلا الحمد لله عم تتعافى سوريا، الوضع عم يصير افضل. ايه الحمد لله، مثل ما ذكرتي نحن الحمد لله الوضع اللي نحن فيه هلا وعدتنا هو بفضل ابطال جيشنا العربي السوري ودماء شهدائهم وجرحى الجيش، الله يعافيهم ويرحم الشهداء. يعني نحن يعني بدي اقول لك انه يعني الهدف من هالمهرجانات هي ومن هالفعاليات اللي عم تقيمها وزاره السياحه هو بالدرجه الاولى تنشيط السياحه. تنشيط السياحه على عده اصعده، اولا داخليا هو هذا المهم نحن بهالوقت الحالي، والحمد لله نحن قدرنا نحقق كثير يعني كثير ارقام جيده بتنشيط السياحه. طيب خلينا نحكي عن انجازاتكم بهذا المجال، شو هي انجازاتكم؟ الحمد لله نحن المصايف السوريه بخلال هذا الموسم السياحي شبه ممتلئه بشكل كامل، المطاعم والمنشات السياحيه بالارياف السوريه عادت الى العمل، مثل ما شفنا نحن السنه الماضيه بلودان رجعت للعمل، وهي السنه ان شاء الله صيدنايا عادت ايضا الى العمل، طريق المطار من السنة الماضية، يعني مصايفنا السورية كلها بفضل الحمد لله الأمن اللي رجعنا له، وبفضل تنشيط السياحة الداخلية، لأنه أيضا لو عاد الأمن إذا ما في حركة على هالمنشآت ما بترجع، يعني أكيد ما في منشأة بتفتح لأنه تخسر، وبالتالي تنشيط السياحة وعودة الأمن والأمان ساهم بعودة الحياة الطبيعية للأرياف السورية وعودة المنشآت السورية السياحية للعمل. عم تحضروا لمعرض دمشق الدولي؟ أكيد وزارة السياحة. خلينا نعرف التحضيرات هالسنة شو فيها شيء مختلف، شو راح يكون غير بمعرض دمشق الدولي؟ وزارة السياحة هاي السنة لها دور كثير كبير بمعرض دمشق الدولي. طبعا بالبداية حيكون عندنا نحن جناحنا السنوي يعني المعتاد اللي بنشارك فيه بمساحة 700 متر، حيتم في هذا الشراح الجناح طبعا مشترك مع اتحاد غرف السياحة، حيكون في عرض لعمل وزارة السياحة من ترويج، من خدمات مقدمة للمنشآت السياحية، من استثمار، من جودة منشآت، من جودة خدمات مقدمة. حيكون في عرض، حيكون في عندنا جناح آخر مواجهه هو للحرف التقليدية من جميع المحافظات السورية لعرض منتجات الحرف والحرفيين. حيكون بين الجناحين شاشة عملاقة حتكون ظاهرة بأغلب مواقع معرض دمشق الدولي، حيكون هدف منها هو عرض الأفلام الترويجية اللي أنتجتها وزارة السياحة خلال الفترة السابقة اللي بتخص الترويج للسياحة بسوريا، وبتخص جذب مواقع جذب السياحي ومقومات السياحة السورية. حيكون عندي أيضا عندنا جناح مفتوح، حيكون في مدينة للمأكولات، عرض للنباتات الزينة وللزهور، كافيه للاستقبال، حيكون في عنا مسابقات. كل هي من اختصاصات وزارة السياحة رح تكون. هذا جناح وزارة السياحة. تمام. أكيد. حيكون في عنا أيضا فعاليات أخرى، مسابقات للجمهور بأسئلة سياحية وجوائز مقدمة من المنشآت السياحية. حيكون في عنا فعاليات للأطفال مثل ما ذكرنا، مثل الفعاليات اللي عملناها بمعرض الزهور، حيكون في عنا فعاليات أيضا معرض دمشق الدولي. طيب خلينا نحكي عن الأخطاء أو الصعوبات اللي واجهتكم بمعرض دمشق الدولي هذيك السنة، شو ممكن أنتم تتفادوا هاي الأخطاء؟ خلينا نعرضها هلأ نحكي عنها، وشو الأخطاء اللي أنتم ما حتوقعوا فيها هاي السنة برأيك؟ أكيد نحن كل سنة نتعلم من السنة اللي قبلها. طبعا أكيد نحن الخطأ اللي أو الشيء اللي بيفوتنا بالسنة اللي قبلها بنحاول نتجاوزه بالسنة اللي بعدها. طبعا كان في عنا بعض الهفوات خلينا نسميها بالعام الماضي،
نحن حنتجاوز دورنا ايضا كوزاره السياحه. انا ما ذكرت لك اياها ايضا دعوه الاعلاميين الخارجيين من اختصاص السياحه، دعوتهم من خلال معرض دمشق الدولي واستقبالهم واقامتهم واقامه رحلات سياحيه للتعريف بمقومات السياحه السوريه. كمان احيانا تسهيل الزيارات لمعرض دمشق الدولي هالسنه، كيف رح يكون هذا الموضوع؟ اكيد رح تتامن مواصلات بشكل مستمر وبشكل يعني تراتبي وساعي الى معرض دمشق الدولي. حيكون نحن طبعا هي من احدى الاخطاء اللي كانت السنه الماضيه هو الضغط السنه اللي قبلها، يمكن تماماً. كان هو الوضع أسوأ السنه اللي قبلها، هلا السنه صح. الماضيه كان افضل قليلا أفضل يعني. لا فينا السنة نقول ان شاء الله يعني في جهود مبذوله من قبل جميع فريق العمل اللي عم يشتغل بمعرض دمشق الدولي. في تشاركيه مع وزارات مع مؤسسات مع شركات؟ نحن التشاركيه بين محافظه دمشق ومحافظه ريف دمشق والوزارات المعنيه ووزاره النقل والنقل الداخلي، ان شاء الله حنتلافى هالسنه هالموضوع. اكثر كثير، خلينا اذا بدنا نحكي عن واقع السياحه اليوم، شو اللي ميز هي السنه عن السنين اللي مضت، سنين الازمه اللي عشناها، وشو اللي فرق معك برايك؟ هلا اهم نقطه بيميز هالسنه الحمد لله عوده الامن والامان، لانه هذا شيء اساسي لتنشيط السياحه. يعني عودة الأمن هو اللي خلى نحن اللي بيميز هالسنة، هو أهم نقطة هو عودة المنشآت السياحية للعمل. يعني أنا بدمشق من بداية العام حتى الآن في أكثر من 70 منشأة يلي صدر قرار تأهيلها وترخيصها وعادت للعمل. هذا الرقم 70 منشأة من بداية العام إلى الآن يعني هو رقم كبير، طبعا هو رقم سهل يعني. هذا إن دل الحمد لله بدل انه المستثمر بدا يرتاح، بدا حس انه صار في حاجه لعودته للعمل، وهذا الشيء نتيجه مثل ما حكينا تنشيط السياحه الداخليه. اليوم وزاره السياحه لشو بحاجه لحتى يمكن تعيد هذا القلق السياحي الى سوريا؟ شو الجهات يلي بحاجه انه هي يمكن تتشارك معها لتعيد القلق للسياحة السورية، إن كانت السياحة الداخلية أو حتى السياحة الخارجية يلي شفنا شوي بلشت يمكن كمان يعني تصير أفضل حالة؟ الحقيقة بحتاجة هي تظافر جهود جميع الجهات المشتركة. نحن بالذات الأهم هي الوحدات الإدارية، وزارة الثقافة، العمل على تنشيط محيط المواقع السياحية والعناية فيه. يعني موضوع مترابط بشكل كامل مع جميع الجهات المعنية، بحاجة لتظافر جميع الجهود للعودة إن شاء الله مثل ما كنا بعام 2010 وأحسن إن شاء الله. كيف ملاقي الجهود هاي السنة؟ كثير من النشاطات والفعاليات، خلينا نحكي عن أهميتها وبهالوقت هي عم تكون نشاطات متتابعة، يعني مثلا فعالية بنروح لفعالية ثانية، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. أكيد مثل ما ذكرنا نحن هاي الفعاليات هي يلي عم تقوم فيها وزارة السياحة هي عبارة عن جسر للتواصل بين الجميع. يعني معرض الزهور كان هالسنة الحمد لله في مشاركات دولية لا بأس فيها يعني، وإن شاء الله نحن بنسعى للأحسن وللأكثر. يعني بنسعى لأنه هاي المشاركات الدولية هي فرصة للتبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي بين هالمنتجين الاقتصاديين. يعني هذا التبادل بيؤدي الى نمو الانتاج، دوران عجله التنميه السياحيه المستدامه بيؤدي الى نمو الاقتصاد السياحي، بيؤدي الى دوران العجله الاقتصاديه بشكل كامل. بعد معرض الزهور وبعد قلعه دمشق وغير تحضيرات معرض دمشق الدولي، شو في فعاليات رح تكون مهمه خلينا يمكن نقول عنها مشان الكل يكون ناطره؟ طبعا بدمشق هاي الفعاليات اللي ذكرناها، في عندنا فعاليات كثير بريف دمشق. حيكون عندنا في مهرجان البلودان السياحي اللي تعودنا كل سنه نشوفه، حيكون هالسنه هو مهرجان البلودان السياحي الثالث بعد الحمد لله معافاة منطقة الريف الغربي، ريف دمشق الغربي. حيكون في عنا مهرجان
الوادي بقلعه الحصن، مهرجان باللاذقيه وبطرطوس، حيكون في بمحافظات عده يعني خارج دمشق. حيكون وزاره السياحه يعني لها دور كبير باقامه المهرجانات بكل المحافظات السوريه لتنشيط السياحه بجميع المحافظات السوريه. اكيد بنتشكرك لوجودك معنا وبتمنى لك اكيد التوفيق والنجاح لمعرض دمشق الدولي ولكل شيء ولكل الانشطه والفعاليات اللي عم تقوموا فيها. اهلا وسهلا فيك. انا بتشكركم، والنجاح اكيد مشترك بين وزاره الاعلام ووزاره السياحه، أنتم شركاء أساسيين بإظهار عمل وزارة السياحة، وشكرا لكم ولجميع كادر قناة الإخبارية. شكرا كتير.